يا طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وسهلا في حلقة جديدة من برنامجكم معلومة اليوم. حلقتنا اليوم نتكلم فيها عن الصحة الإنجابية ودورها لكل فرد. نستضيف فيها الأستاذ محمد منيرة، مدير جمعية موريتانية للتمريض. أهلا بكم وسهلا أستاذ. مرحبا، أهلا وسهلا. أستاذ، شنو هي الصحة الإنجابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الصحة الإنجابية هي عبارة عن استراتيجية قبضتها منظمة الصحة العالمية في مؤتمر السكان والتنمية 1994 بالقاهرة. هذه الصحة الإنجابية هي قلنا للسياسة بحد ذاتها، يمكن تعريفها عنها هي حالة من اكتمال السعادة الجسمية والعقلية والاجتماعية، وليست مجرد الخلو من المرض أو الإعاقة فيما يتعلق بالناحية الإيجابية، سواء تعلق بالأجهزة التناسلية أو ما يدور حول الإنجاب من رعاية للنسل ورعاية للمسنين ورعاية كذا. هذه الصحة الإيجابية عندها أربع أهداف أساسية. الهدف الأول هو الوصول للتعليم الشامل، التعليم، لأن مجتمع ما هو متعلم خاصة فيما يتعلق بناحية معينة سيبقى مريضا. ثانيا، خفض مؤشر وفيات الأمهات. ثالثا، خفض مؤشر وفيات الأطفال. رابعا، تقديم خدمات الصحة الإنجابية. هذه الصحة الإنجابية ياكل بود عندنا عنها نظرة شاملة. هي الصحة عندها خمس محاور أساسية. المحور الأساسي هو توفير صحة المرأة، وهنا رغم ما نقول الأم ولا نقول الحامل، نقول المرأة عموما. توفير صحة المرأة، توفير صحة الرجل، توفير صحة الطفل، والعناية بصحة المراهقين والمسنين. إذا أخمس مجالات: المرأة والرجل والطفل والمراهقين والمسنين. معناها شنو؟ معناها هي سياسة صحية تهدف إلى التكفل بالمجتمع ككل. يعني هي جزء متخصص من الصحة، لكن تشمل جميع فئات المجتمع، لا تعنى فقط من ناحيه الامراض المرتبطه بالجنس او الامراض المرتبطه بالولاده او الامراض المرتبطه بالجهاز التناسلي، لا، هي تسعى الى رفاه تكامل السعاده عند المجتمع بما يتعلق بالانجاب. مندرا، شنو هو دورها في السلامه البدنيه والنفسيه؟ ما دمنا قلنا عن تعريف هذه السياسه، تعريف هذه الاستراتيجيه، هو اكتمال رفاهيه او اكتمال سعاده المجتمع من الناحية النفسية أي البدنية، من الناحية الاجتماعية، ومن الناحية العقلية. فدورها يكون أساسي في تنظيم تعلم الوقاية، تعلم التكفل بالأمراض، تعلم الترقية الصحية. هذا الدور أساسا هو اللي يتقدم الصحة الإيجابية، يعني لعال تعود المجتمع ككل، الأطفال والمراهقين كلهم مجالهم فكري ومستوى التعلم، الأمهات، الآباء، المسنين يعودوا يعرفوا ما لهم من الناحية الصحية وماذا يجب أن ينتهجوا من مسلكيات إيجابية ترفع صحتهم. كذلك يجب أن يتعلموا متى يلجؤون إلى الخدمة الصحية في الوقت المناسب، كيف يستعملون النصائح والإرشادات والأدوية اللي نعطات لهم، كيف يستفيدون من البرامج الوطنية المختلفة في مختلف القطاعات، ما في قطاعات التنمية، قطاعات التعاونيات، قطاعات الإسكان، قطاعات النقل. هذا كامل يدخل في نطاق الصحة الإيجابية، هي تعليم أساسا، هي هدفها الأول قلنا عنه هو التعليم الشامل، النفاذ للتعليم الشامل. بعده كيف يتوقعون الأمراض وكيف يعملون بالتعاون مع الطاقم الصحي على ترقية صحتهم، خاصة في المجال المتعلق بالإنجاب. من درى شنو هو دور الصحة الإنجابية في خفض مستويات الوفيات خصوصا الأمهات؟ قلنا عن الصحة الإنجابية عن استراتيجية وسياسة قبلتها ودور الصحة العالمية 1994 في القاهرة من أجل أربع أهداف. الهدف الأول هو التعلم الشامل، الهدف الثاني هو خفض مؤشر وفيات الأمهات. هذا المؤشر يعني مؤشر وفيات الأمهات مؤشر مقلق. بعد من الدراسات كاملة خلق، بعد التطور الطبي، تطور العلوم الصحية، تطور اللوجستيك من تطور غرف الولادة وتطور غرف الجراحة وتطور أدوات الاتصال، بناء الطرق، إنشاء كامل، يالا تعود الولادة لحدث طبيعي، من حق كل مرأة عنها
تلد بسرعه. ارتباط الحمل والولاده بزهق النفس هذا يبقى مشكله. هو الساحه الايجابيه عاد تسال ايش؟ تسال عن ذي النعم المنمونه عليها، من نعم معرفيه، نعم لوجستيكيه، نعم ماديه، نعم تطور في المعلومات، الولوج لها، دراسه الموضوع، الخبره فيه من عند مختلف الناس. هذه النعم نستخدمها فاش؟ نستخدمها في عندي المراه تلد بصوره امنه وتعود مصدر فرحه المجتمع بدلا من تعود مصدر يوم حزن لا قدر الله عليه وسلم. وهذا المؤشر للاسف رغم الجهود اللي بذلته منطقه الساحل كامل من دوله موريتانيا ورغم عن وزاره الصحه عندنا برنامج نسميته البرنامج الوطني برنامج الصحه الايجابيه وفن برنامج صحه المراهقين وصحه من اجل تحضيرهم لتقديم برنامج الصحه الايجابيه لا زال للاسف هذا المؤشر مرتفع. والمشكله ما هي 100% من الناحيه الصحيه، المشكله ما زالت من ناحيه التعلم، ناحيه الولوج للخدمه الصحيه، حيث عندنا ما زال اليوم نشكر بعض السيدات اللي يحملنا ويلدنا دون ان يستفيدن من اي خدمه من خدمات الصحه الايجابيه. بعض السيدات اللي يحملن مع مؤشرات خطر يمكن كشفها في اول استشاره ما قبل الولاده، مجرد ما تحتاج الى فحوص، تحتاج الى مقابله، تحتاج الى ما زالوا لم يلجن لتلك الخدمه، بالتالي لا يشخص ذاك العامل، بالتالي يذهبن الى مرحله الحرجه وهن يحملن معهن ذلك العامل ما يؤدي للاسف الى وفاه. معناها عن ما زال قال جانب الاعلام التنسيق بين الاعلام وكبير الاعلام دوره التنسيق بين الطاقم الصحي المختلف وراه هو خلق قانوني، قالوا قانون الصحه الايجابيه مصدره البرلمان الموريتاني، مصدره الحكومه الموريتانيه مقدمته، قالوا قانون الصحه الايجابيه محدد منهم مقدمي خدمات الصحه الايجابيه وفيها جميع افراد الطاقم الصحي، الممرضون مقدمي خدمات الصحه الايجابيه، القوابل المقدمات لخدمات الصحه الايجابيه، الاطباء العامون، الاطباء الاخصائيين كلها مقدمي خدمات الصحه الايجابيه وكلها يعرف دوره من الناحيه الفنيه مكونة لي ومجاز فيه بلي قطعا ما خالق حد قد ينجح اي مؤسسه تعليميه صحيه ما فات اضمن تصديق لي لا فاليداسيون اللي يتعلق بالصحه الايجابيه. لكن مازال دور التهذيب، دور التحسيس، دور الجمعيات سواء كانت جمعيات مهنيه سواء كانت جمعيات نسائيه كانت منظمات، دورها في التحسيس المخاطر المرتبطه بخطوط مخاطر الولاده مازال ناقص. اظن وما اجزم عن البرامج الإعلامية قاعدة توجه شعور توعية الأمهات، الإذاعة الوطنية قاعدة توجه الأمهات الاستفادة من خدمات الصحة الإيجابية، عمال الصحة في المنشآت الصحية يلا يعدلوا حملات تحسيسية من أجل توعيتهم، حتى الإدارة الإقليمية قاعدة تعدل تسعى تواكب المسعى اللي ماشية فيه وزارة الصحة ممثلة الحكومة الموريتانية في تطوير خدمات الصحة الإيجابية. لذلك ما زال الجانب للأسف ما زال في قدر من النواقص يلا يواكب ذيك المسائل. الحمد لله يعني الخريطه الصحيه قريب من ما فيه مركز استثمار عد العمليات الجراحيه مختلفه خاصه العمليات الجراحيه المرتبطه بالولاده، توقيف النزيف وما الى ذلك. ما زال التحسيس ارى ان هذا التحسيس يعني الجمعيات الاهليه والجمعيات المهنيه يقبضوا فيه دورهم، وسائل الاعلام سواء كانت اعلام خاصه او سواء كانت الاعلام العموميه تقبض دورها في تطوير معرفه المواطن بمخاطر المرافقه لاي شيء يتعلق بالصحه الايجابيه. من درا شنو هي الطريقه اللي تجوشوا بها الامهات للصحه الايجابيه؟ خدمات الصحه الايجابيه موجوده في الباك مينيموم دي سيرفيس، معناها في كل منشاه صحيه وطنيه النقاط الصحيه والنقاط الصحيه تنقال لذوك الاطلاب اللي يعودوا في القرى والمراكز الصحيه اللي موجودين في عواصم الولايات مختلف مراحل، مراحل في مرحله في الف وفي اباء، المستشفيات، مراكز الاستقبال، اداره الوزاره، هذا كاملين توفر فيهم خدمات الصحه الايجابيه، سواء كانت فيما يتعلق برعايه النساء، سواء كانت تتعلق برعايه الرجل، سواء كانت تتعلق برعايه الاطفال، رعايه المراهقين، وخدمات المسنين الاجرياتريين، انتجريتيف مدمجه في النظام الصحي، لكن اللي قال عن البلوج هو عن الشخص يلج هو بنفسه، يجي للمنشاه الصحيه ويعرف عن وعد خدمات صحيه وعن حقه وعن تقدم له في الوقت المناسب بالشكل المناسب وموجوده. يغرب لي مازال قال هو زيادة الناحية الإعلامية، الناحية التهذيبية والتحسيسية. مؤشر وفاة الأمهات انخفض في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في السنوات العشر الأخيرة، لكن هذا بعدين قالوا عنه اختفى. والمطلوب انخفاض الحد عنه يعود يقارب حالة وحالتين من كل 100,000. نحن مازال عندنا مئات الأمهات في المئة ألف الواحدة. ونرجو عن ذاك من الناحية الإحصائية موجود عن وزارة الصحة وعندنا عنه مع الوزير المالي ياسر. لكن
نرجع وسائل الإعلام، يعني المدارس، المنظمات والجمعيات الأهلية والجمعيات المهنية يزيدوا في التحسيس ضد مخاطر الصحة الإيجابية ويسعى للولوج لخدمات الصحة الإيجابية. من درك كان وفيات الأطفال هي ذات عندها علاقة بهذا الموضوع؟ طبعاً طبعاً، هدف من أهداف الصحة الإيجابية هو خفض مؤشر نسبة وفيات الأطفال خاصة حديثي الولادة. حديثي الولادة تنقال الأطفال اللي تكون أعمارهم ما بين الولادة وال 28 يوم، وبقية الأطفال من 0 إلى 17 سنة حسب النظام الموريتاني بما فيهم المراهقين خدمات الصحة الإيجابية توجههم. عندك على سبيل المثال خدمات التلقيح، خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المعدية، خدمات التعويض الغذائي، يعني مثلا الحملات اللي تشوف تجي للديار تعطي كرم الله مخالق الجوف تعطي فيتامين الف هذا من اجل التربيه. المساهمه مع اليونيسف في تمدرس الاطفال هذا من خدمات الصحه الايجابيه. التطوير ولوج الارياف الى الماء الصالح للشرب هذا من خدمات الصحه الايجابيه. ونسعى لتقديمه للناس كامل، لكن لا بد له من الحميه. الصحه الايجابيه عباره عن سياسه مختلفه القطاعات، ما هي قطاع الصحه واحد. قطاع الاعلام له دور مع انه يحسس بها ويعلم بها ويعلم بكل مرحله لحقتها، قطاع التعليم يعني يرفع من مستواها ويزيدها في المقررات الناحيه الغذائيه والناحيه كذا وكذا ولوج الخدمه، النقل قطاع النقل عنده فيها دور، قطاع التجاره عنده فيها دور، كامل يدخل في طاقه الصحه الايجابيه هي الصحه بتاعت القطاعات. شكرا لكم الاستاذ محمد المنيرة على هذه المعلومات القيمه، ان شاء الله تعود بات المشاهد الكريم. شكرا لكم انتم ومرحبين بكم من بين الجمعيه الموريتانيه للتوعيه، ونرجو انكم تساهموا في خفض هذه المؤشرات ونبال للتعليم الشامل للجمعيه الموريتانيه. في نهايه هذه الحلقه نشكر الاستاذ محمد المنيرة على هذه المعلومات القيمه، نرجو عنها تعود فائده المشاهد الكريم، والى حلقه اخرى دمتم في امان الله.